وبعد تحميل التحديث هننزل تحت شوية علشان نحمل مجموعة الحزم والملفات الإضافية الخاصة بالبوكس. وأول حزمة هنحملها حزمة قاعدة البيانات لأجهزة ميدياتيك MTK، وهنعمل لها داونلود في نفس الفولدر اللي حملنا في التحديث. وبعدها هنحمل حزمة الصور الخاصة بعمليات ISP، وبيكون فيها مجموعة صور البين أوت والتوصيلات للأجهزة المدعومة على البوكس. والحزمة اللي بعدها خاصة بملفات الروت لأجهزة الأندرويد، وهنحملها برضو في نفس الفولدر. وآخر حزمة هنحملها لأجهزة أسوس وملفات الريبير الخاصة بيها. واستنى لحد ما الملفات كلها تخلص تحميل. وبعد تحميل الملفات هتظهر عندنا بالشكل ده. وأول حاجة هتفك الضغط عن ملف التحديث الخاص بالبوكس، وبعد فك الضغط هنضغط على ملف التحديث علشان نثبته على الكمبيوتر، وهتظهر قدامنا الواجهة الخاصة بالتثبيت، وكمان هتظهر رسالة بأن مفيش بوكس متوصل بالكمبيوتر. وتحت شوية هتلاقي خيارين لتثبيت التعريفات للبوكس أو الدونجل، وطبعا احنا هنختار اننا نثبت تعريفات البوكس، وبعدها هيتم تثبيت التعريفات. وعملية تثبيت التعريفات ممكن تاخد وقت شوية لحد ما تخلص. وبعد ما ثبتنا التعريفات هنوصل البوكس وهنستنى لحد ما يتعرف على الكمبيوتر بشكل كامل. وبعدها هنضغط على نيكست علشان نكمل تثبيت البرنامج. وهنلاحظ بعدها ان البرنامج اتعرف على البوكس زي ما احنا شايفين، وهنضغط نيكست تاني وهيظهر لنا مسار تثبيت البرنامج وكمان قائمة التعريفات الخاصة بالاجهزة سواء ميديا تيك او كوالكوم او تعريفات اجهزة اسوس. وطبعا هنختار من القائمة اللي احنا هنحتاجه بس علشان نثبته، وبعدها هنضغط نيكست بشكل طبيعي وهنستنى لحد ما البرنامج يتثبت على الكمبيوتر. وبعد ما يخلص هيبدأ تثبيت التعريفات اللي اخترناها طبعا في البداية، وهنستنى لحد ما يثبت التعريفات لأنها ممكن تاخد وقت شوية. وبعد ما يخلص تثبيت مش هنشغل برامج البوكس وهنضغط على فينش. وهنرجع تاني للملف اللي حملنا فيه التحديث ومجموعة الملفات الإضافية، وهنروح على مسار تثبيت برامج البوكس في بارتيشن سي على الكمبيوتر الخاص بي. وبعدها هنفتح الفولدر اللي فيه الملفات اللي حملناها، وهنفك الضغط عنهم وهنبدأ ننقلهم لفولدر تثبيت برامج البوكس، وهننقل كل حزمة وكل ملف في مكانه زي ما هنشوف دلوقتي. لكن حزمة أجهزة أسوس
هنعمل لها تثبيت زي ما احنا شايفين. وبكده نكون خلصنا تثبيت جميع البرامج والملفات والتعريفات الخاصة بالبوكس. وهنلاحظ ان برامج البوكس ظهرت قدامنا على سطح المكتب زي ما احنا شايفين. والخطوة اللي بعدها تفعيل البوكس، وهنشغل اي واجهة للبوكس وهنلاحظ ظهور سيريال البوكس الخاص بينا مع رسالة لم يتم التفعيل. هنضغط على ريجستر علشان نسجل البوكس ونفعله، وبعدها تظهر لنا خانة لكتابة الإيميل الخاص بينا، وهنكتب فيها الإيميل وبعدين هنضغط على تفعيل، وهنستنى شوية لحد ما يتم التفعيل، وهتظهر لنا رسالة تم التفعيل بنجاح، وبعدها البرنامج هيعمل ريستارت. بعد ما ثبتنا البرامج واكتبنا البوكس هنتعرف على واجهات البرنامج. واول واجهة معانا هي واجهة اندرويد، وهنلاقي فيها اكتر من قائمة زي ما احنا شايفين، ومنها قائمة الفلاش الخاصة بعمليات التفليش للاجهزة المدرسية سواء MTK او كوالكوم او اسوس، وقائمة الخدمات اللي من خلالها بتقدر تكتب السريالات للجهاز، وقائمة ADB وفيها بعض الخواص والعمليات اللي بتتم في وضع الـ ADB، وأخيرا القائمة الخاصة بالدخول على سبورت البوكس. بس قبلها لازم تتأكد من اتصالك بالإنترنت علشان قائمة السبورت والملفات تظهر معاك زي ما هنشوف. والسبورت خاص بملفات التفليش والفلاشات لواجهة الأندرويد اللي قدامنا، وكمان هتلاقي فولدر لملفات وتحديثات البوكس. والواجهة التانية للبوكس خاصة بالتعامل مع AMMC، وهنلاقي فيها أكتر من قائمة زي القائمة العامة للتعامل مع AMMC وكتابة ملفات البوت واليوزر داتا، وأغلب الشغل هيكون على القائمة دي، وكمان قائمة اليوزر، ودي ممكن من خلالها نسحب ملفات العميل زي الفيديوهات والصور وغيرها عن طريق التوصيل المباشر من خلال البين اوت وقائمة ملفات المصنع واللي هنشرحها في فيديوهات تانية. واخر قائمة في البرنامج هي قائمة ملفات السبورت الخاصة بيه، وطبعا لازم نتأكد من الانترنت الاول علشان الملفات تظهر معانا. وهتلاقي في السبورت ملفات ريبير للاجهزة المدعومة على البوكس بعكس واجهة الاندرويد اللي كان فيها فلاشات بس، والسبورت فيه مجموعة كبيرة من ملفات الريبير لموديلات كتير. والواجهة الأخيرة اللي معانا واجهة التعامل مع الشب وكتابة ملفات الإبروم للشبات، ودي تم إضافتها في التحديثات الأخيرة، والتعامل معاها بيكون عن طريق توصيلات البين أوت. وكمان في ميزة مهمة جدا في البوكس، وهي إنك ممكن تشغل أكتر من واجهة في وقت واحد، يعني ممكن تشغل واجهة أندرويد وتشتغل عليها، وفي نفس الوقت تقدر تشغل واجهة AMMC، ودي ممكن تساعد ناس كتير واللي بيحتاجوا يشغلوا الواجهتين في نفس الوقت. نيجي بقى لسعر البوكس. هو بصراحة البوكس غالي، يعني يعتبر من أغلى البوكسات اللي موجودة في السوق. هو بالمصري هيعمل في حدود 5500 جنيه، 5600 جنيه، اما بالدولار هيعمله في حدود مثلا 300 دولار. فانا حاسس ان السعر يعني مبالغ فيه شوية، بس الايام هتثبت فعلا ان كان البوكس يستحق السعر ده. وممكن تشتري البوكس من على الموقع الرسمي بتاعهم او من اي وكيل في بلدك او اي محل بيبيع بوكسات. وبكده تكون حلقتنا خلصت، وقدمنا فيها نظرة عامة عن البوكس وأهميته وطريقة تحميل البرامج وتثبيتها، وكمان طريقة تفعيل البوكس وتشغيل الواجهات. وفي فيديوهات تانية هنتكلم عن أهم العمليات على البوكس بعد التجارب المستمرة. استنونا.
وما تنسوش تشتركوا في قناة جوكر صوت علشان توصلكوا كل الحلقات والفيديوهات الجديدة، وكمان ممكن تعملوا لايك وشير للفيديو علشان غيركوا يستفاد. ويلا سلام.